الوالد يعني كما تقول بأنه رسم خطا مستقيما، لا تنازل عن أرض فلسطين ولا توقيع على أي ورقة، ولكن يتم التكيف مع أي إجراءات بما معناه دولية أو غير دولية. وكان عنوانه الصمود والثبات، وكان عنوانه بأنه سيلقى الله شهيدا، سيسلم هذه الراية خفاقة. ولذلك حينما عرض الاتفاقيات والالتزام بالاتفاقيات وأكد رفضه في حكومته عام 2006، لأنه هذا كان المشهد المغاير عن مشهد قيادته للحركة، لأن أنت ستقود حكومة الشعب الفلسطيني المنتخبة. ولذلك حينما الأمريكان رفضوا الانتخابات ونتائج الانتخابات ومع من لف من الأمريكان، وهناك للأسف كان وضعا داخليا أيضا يعطل نتائج الانتخابات، لكن كان هناك شيئا واضحا في حياته بأننا نحن ضد كل هذه الضغوط، وأن كل هذه الضغوط وأن كل هذا الحصار لن تسنينا عن رؤيتنا وعن قرارنا، ولكن نتلين في كل المواقف التي تستطيع تقديم شيء على المستوى العربي والمستوى الدولي والمستوى الفلسطيني في حالة توافق وطني دون أن تكون في توقيع على أي شيء متعلق في إطار التنازل. فرفض الضغوط وصمد أمام الضغوط وصبر على آلام المؤامرات التي تعرضت له حكومته وشعبنا، وكان ندا للإسرائيليين في أرض المعركة، وبنى قوة وجيش وشعب ودولة، دولة مقاومة وشعب وجيش، وكان هذا ما شاهدتموه وشاهدوا العالم في صبر غزة على مدار 20 عام تقريبا.